السلام عليكم. لي مع وصفات ام والي، جيتكم بوصفه القلب اللوز. كل مره نعطيكم وصفه تاع قلب اللوز، لكن الطلبات دائما تبقى متواصله عليه. اليوم جبت لكم وصفه مختلفه، ان شاء الله رايحين تنجحوا فيها، اللي راح نستعملوا فيها السميد الخشين تاع لومبالاج. يعني ما يهمش الماركه، اي ماركه، المهم يكون مكتوب فيه خشين، يعني المهم يكون مكتوب فيه سميد خشن تاع لومبالاج، هكذا باش تنجحي فيه. اذا واش راح نحتاج؟ سنيوله راح نستعملها اللي فيها 30 سنتيم على 24 سنتيم، راهي تبيع في المحلات، ديريها ربي 20000، شريها وطبقيها. راح يجي معها العبر تاع هذا الكاس اللي تعودنا عليه. كيما تقدروا ديروا الطريقه اللي سبق وعطيتها لكم، اللي هي عباره يعني ديري السميد تاعك يكون 1 سنتيم، هذاك لابور تاع السميد اللي تحصلي عليه تقسميه على 4، هو الكيل تاعك. اذا نبدا بالطريقه. هنا واش عندي؟ هنا عندي ليدام حوالي نص كاس، يعني تحت النص وفوق الربع بشويه تاع الزبده ولا سمن دايبه راح نستعمل، والسميد. اذا نبداو بلي ميزور تاعنا، راح نديرو هنايا 4 كيسان تاع السميد. اذا بسم الله، 4 بار تاع السميد، سميد خشينة، هذه الثالثة، ونزيد الرابعة. إذا عندنا 4 كيلات تاع السميد الخشين، نزيد عليهم 3 كيسان تاع السكر. راح تجيكم كمية تاع السكر كثيرة، لكن السكر هو اللي راح يشد لنا القلب اللوز تاعنا ويجينا معسل. اذا الاولى، الكاس الاول، الكاس الثاني، والكاس الثالث، يعني هذا هو القلب اللوز. لازم يجي حلو، لازم السكر يعني هو اللي يخرج لنا القلب اللوز تاعنا معسل ومتماسك كتله واحده. اذا نديرهم هكذا، نخلط هذاك السميد مع السكر مليح بلا ما ننسى ندلهم شويه تاع الملح هكذا باش ما يجيناش صامط، ما نكثروش بزاف، شويه فقط للبنه. اذا نخلط مليح هذاك السكر والسميد حتى يولوا لنا حبه بحبه. من بعد ندلهم هذاك الكاس يعني اللي كثر من ربع وقل من نص تاع ليدام، زبده ولا سمن ولا اللي عندك، تكوني دوبتيه يعني من قبل، ما يكونش سخون بزاف، ونبسس كامل هذاك السميد. بعد ما بسست مليح هذاك السميد تاعي بالمارغارين دايبه ولا الزبده، الان حنستعمل نص كاس تاع الماء. هاو معايا هنايا نص كاس تاع الماء عادي، ما هو سخون ما هو بارد. نرش هذاك القلب اللوز تاعنا، نرش بشويه ونخلط، يعني رانا نشمخو ماناش نعجنوها هكذا، باش كل حبه تاع السميد تتشمخ لي مع السكر. يعني الوصفه تاع نهار اليوم مخالفه على الوصفات اللي مالفه، يعني جربت شحال من وصفه وكل مره نجرب اني نعطيكم احسن وصفه. نزيد نكمل هذاك الربع اللي خليته، وشوفوا الطريقه تاع التخلاط كيفاش. انا المهم عندي هنايا كل حبه تاع السميد تتشمخ بهذاك الماء بهذه الطريقه. هنا كيما نلاحظوا يعني شوفوا السميد تاعي كامل تشمخ، ما تبقى ولا حبه ناشفه، انا راه تشمخنا كامل. اذا ها هو معنا واجد، نسوي له الوجه تاعو، من بعد واش ندير؟ نغطي بكيس بلاستيكي، لازم نغطوهم مليح، لازم ما نخليش كامل الهواء يدخلو. نغطي هاد القصعة تاعي مليح بالكيس بلاستيكي، ما نخلوش كامل الهواء يدخل ليها.
من بعد ما غطيته مليح ما تخلوش الهواء يدخل تماما، نغطيه نزيد له ترشوب ونخليه هنا في الـ في الـ يعني في الكوزينه عادي فوق البلومب خافاي تاعنا، نخليه ليله كامله. من بعد نوجد الشربات، يعني هنا راني في الليل، انا راهي بالك راهي 11 تاع الليل، رونت القلب اللوز تاعي غطيته، نوجد الشربات. الشربات واش فيها؟ فيها زوج كيسان تاع السكر، ندير زوج كيسان سكر، وندير معاهم 4 كيسان تاع الماء. راهو معانا 4 كيسان تاع الماء، ونديرهم فوق النار، نخلطو باش يذوب هذاك السكر قبل ما يبدا يغلي لنا الماء. نخلطو مليح في الوقت الكسرون تاعي فوق النار، مازال ما غلاناش الماء. هنا عندي حوالي ربع كاس تاع الماء، وهنا عندي ليكستخي تاع المزهر. لاحظت انه كي نستعمل ليكستخي تجي البنه تاعو خي من المزهر. ندير قيس مغرفة صغيرة، إذا لأنه الطعم تاعو بزاف قاطع، هذا قيس مغرفة صغيرة تاع الأتاي فقط. إذا ها هو معنا، هذا راه واجد معنا. نبدا باش نضيفوه في الأخير. كما نلاحظ هدا وين بدات تغلي الشربات، غير يبدا يغلي السيرو. علاش سموها الشربات؟ لأنه تجي خفيفة، غير يبدا يغلي. لاحظوا معايا هدا وين بدات تغلي الكسرونة تاعي، لاحظوا النار راهي قويه، غير بدا يغلي يتكاثف، يعني الغليه الاولى نطفي عليه، نطفي عليه، نزيد عليه هذاك ربع كاس اللي ضفنا له ليكستخي تاع المزهر. ما عندكش ليكستخي، ليكستخي عفوا، ديري ربع كاس تاع المزهر عادي، وندلو عصره تاع الليمون. نفضل احسن ما ندير برونش هكذا باش ما تجيش بنه الليمون باينه فيها بزاف. نطفي عليه، نغطيه ونخليه يبات ليله كامله. حنا ماذا بينا الشربات تكون بارده، اذا نغطيه. الخيط القلب لوز تاعنا راهو بايت مغطي، وغدوه ان شاء الله نكملوا الوصفه. بعد ما جازت ليله كامله على السميد تاعي، ها هو معنا اليوم راني غد من داك. هنا راح نجيب قصعه، من الاحسن هكذا باش نخدم اليز، ونفرغ هذاك الخليط تاع السميد تاعنا، ولازم تغلقوه مليح. الا خفتي يضربوا الهواء واش ديري؟ فرغي الخليط تاعك في كيس بلاستيكي وغلقيه. اذا ها هو معنا، راح تصيبوه يعني شد روحو شويه، نشف طبيعة الحال لانه السميد نعرفو انه يشرب. ها هو معنا، ونعاود الملاحظه على بالي بلي يجوني لي كومونتير ام وليد كثرتي السكر. السكر هو اللي راح يعسل لنا هذاك السميد. لاحظوا كي نمسو راح تحسي انه راه بدا يتلصق، يعني تحسي انه بدا يتعسل. هنا واش ندير؟ وما درتش كامل المزهر في العجينه، علاش نديروه غير في السيرو؟ وهذاك يعني الليكستخي عنده يعني البنه تاعو قاسحه. اذا نجيب الماء، راح نحتاجو كاس تاع الماء، نفس القيس العبر اللي عبرنا به السميد والسكر نقيسو به الماء. دوك يعني ما بالك يعني يدي لي كامل الكاس هذا، ربما يبقى لي شويه على حسب النوعيه تاع السميد. اذا ندير شويه الرش فقط ونحرك، وبنفس الاتجاه هكذا. من بعد كي يذوب لنا السكر مليح وتبدا تتلم الماء، ونشوفوا شحال تدينا الماء. اذا نبقى نخلط غير بالعقل، وانا نزيد في الماء وانا نخلط. ما تضيفيش ضربه واحده، ديري غير بشويه، نزيد شويه وراني نخلط بهالطريقه. لاحظوا معنا مانيش نعجن، راني نخلط.
كما نعرفوا المحلات الكبرى يعني اللي يخدموا القلب اللوز يخدموا بالبيتخان، والبيتخان يدور بنفس الاتجاه على هذه، ابقاي تخلطي بيدك بنفس الاتجاه. وراحني نلاحظ هنا العجينه تاعي راهي بدات تتقل، يعني راهو بدا يتلم منا، يعني كي ديري يدك فيه راح تحسي بهذا القوام تاع العجينه. لاحظوا معنا راهو بدا يتلم منا، يعني هاد الوصفه مخالفه على الوصفات اللي سبق وعطيتها لكم. اذا نزيد شويه تاع الماء نرشوا فقط، نديروا غير بشويه ما تكثريش هكذا باش ما يغلبكش وما يجيناش معجن. اذا نخلط حركات دائريه بنفس الاتجاه، ديري هكذا قصعه باش تجيك الخدمه سهله. وراني نخلط هنا، فقط حبيت ندير لكم لا فيديو هاد المقطع هذا، نديرو كامل هكذا باش تفهموا مليح اللي حبت تخدم القلب اللوز. لاحظوا وبدا يتلم منا، يعني كي ديرو بهذه الطريقه راه يتلم، لكن مازال يزيد يتفتت. اذا نزيد الماء غير نرش فقط وراني نخلط. ها هي اللي حبت تجرب الفيديو تجربه بطبيعه الحال، واللي حبت تتبع الدرس معنا بالتفصيل اتبعوا. اذا لاحظوا بدا يتلم وحده، وتحسي انه يتلم لك تحت يدك، فقط انت ما تعجنيش، شوفي صباعك هكذا مفتوحين وراكي تدوري كانه راكي تخدمي بالبيتخان. ها بدا يتلم لي، حنا المهم ولي كتله واحده ما نجروهش. لاحظوا سميت تاعي شحال دالي، دالي الكاس ما ديتوش كامل. لاحظوا معنا الكاس شحال دالي، دالي تحت النص بشويه. اذا راهو تلم، وحسيت انه هذاك السكر يعني تعسل يتلصق في اليد، هذا من السكر هذاك. اذا ها هو معنا راهو تلم، لاحظوا راهو ملموم، وكي نديرو كتلة واحدة يتلم منا. هنا نحبس الماء، راح نكتفي بهذاك الكمية تاع الماء، نجيب السنيوة اللي كنت دهنتها من قبل، دهنتها بالزبدة ولا ندهنوها بالزيت كيما حبيتو. نفرغ الخليط تاع السميد تاعنا، نهبطو، إذا نهبط الخليط تاع السميد. اذا ونسوي له الوجه تاعو بيدي، حتى تحصلوا على شكل مستوي. حبيتي تحشيه ديري النص تاع العجين، ديري الحشو تاعك ومن بعد عاودي غطيه. هذا مكان بعد ما كملت يعني سويت له الوجه، عندي هذه الكوبات هذه هكذا فقط باش يخرج لنا ليس، يعني ما يخرجوش لي طراس تاع اليدين. نسقمو مليح. من بعد هنا واش ندير، نطراسي غير من الفوق بالموس ولا بالكوبات، يعني ما نمشي حتى لتحت، نطراسي فقط الحبات اللي حنديرهم غير فوق الوجه. اذا نطراسي الحبات تاعي هكذا باش نعرفوا ابيبر يعني شحال نديرو. من بعد كل مربع ندير فيه حبيبه تاع اللوز ولا كاوكا، ولا ما ديريش كامل ولا كيما حبيتي اللي عندك، وندخلو طيب مباشره. طريقه الطياب تاعو كيفاش راح تكون، نشعل الفون تاعي من تحت فقط على 200 درجه، نشعلو من تحت فقط. كي تشوفي حمار هاد الاطراف يعني حمارو مليح قريب رايحين يتحرقوا، نشعلو من الفوق، حمريه مليح من الفوق، نخرجو ونرجع لكم. بعد ما طاب القلب اللوز بدا بينا تحمروه مليح بهذه الطريقه، علاش؟ لانه لا خليتيه شويه بيض من بعد كي تشربيه يعني رايح يبيض ويولي يبان خضر. اذا كي نخرجو هو سخون نفوت شويه الموس، شويه فقط يعني هاد الخطوط
ماشي كامل، هاد 3 في الوسط، ونبدا نشرف فيه مثلا. بسم الله، شربت طيبتها البارح، راهي بارده القلب اللوز سخون. لاحظوا غير تشوفيه شربوا تماما عافي ان القلب اللوز تاعك راهو ناجح مليار. اذا ندير هذيك الشربات ويا راهي تشرب. اذا نبقى نشرب فيه، لاحظوا شربوا كامل. اذا نخليه يشربوا حوالي دقيقه من بعد نكمل الكميه اللي بقات. فقط هنا ملاحظه، كي تخرجيه في الاول تحسي انه يابس، لاحظوا من بعد راح يعاول يطرى، يعني كي تخرجيه من فوق يكون شويه طري، ديرو شربات بارده يبس من بعد يعاود يطرى. بعد ما جازو حوالي دقيقتين راح نشرب كامل، نكمل الكميه اللي بقات، يعني نديرو كامل الكميه تاع السيرو اللي جهزناها. اذا نديرها كامله على الوجه، المهم ديري روحي بشويه، يعني ما ديريش كامل في الاول، ديري النص من بعد نزيدو. اذا ها هو القلب اللوز تاعنا، نخليه يزيد ينشف. من بعد ما شربو هاو سخون، نحطو في بلاصه ونخليه حتى يبرد، من بعد نغطيه ونخليه 24 ساعه، يعني ماشي 24 ساعه، يعني ليله كامله حتى الغدوه ان شاء الله باش نقطعوه. هذا هو يعني القلب اللوز تاع الصح، اذا نخلوه يبرد مليح يبات وغدوه ان شاء الله نقطعوه. اذا القلب اللوز بعد ما بات ليله كامله ها هو معنا، فقط لانه نحاو منه طولت عليك، يعني ما صورتش نحاو منه، لكن مزيان ما خرجش السنين وعلى الاقل نصورها. اذا ها هو معنا، راح نقسم لكم حبيبه هكذا باش تشوفوها عن قرب كيفاش جانا. اذا نقسم الحبه، بسم الله، ونرفدها. كنت تعرفوا كي تطاو يعني ما نقسموهش ولا، وفي الدار حبوا ياكلوا. اذا ها هو القلب اللوز تاعنا، جا اكثر من رائع، عجبهم بزاف في الدار. ها هو معنا هكذا باش تشوفوهم مليح عن قرب. اذا القلب اللوز تاعنا ها هو معنا، نديرو في طبق التقديم هكذا ونشوفوه كيفاش جانا. جا بزاف شباب البنات. وصلت القلب اللوز هايا معنا واجده، بعد ما درتها في لي كيسات. والقلب اللوز كما نعرفو قد ما يقعد يرتاح قد ما يزيد يشد روحو. اذا راح نقسم لكم منه هكذا باش تشوفوا القوام تاعو كيفاش جانا. اذا بسم الله، لاحظوا معنا كيفاش جا، شوفوا كيفاش جانا، جانا هايل، جا معسل، بنتو بزاف بنين، جا بزاف بنين البنات. نتمنى انكم تجربوا الوصفة، اكيد راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفة جديدة، والى اللقاء.